هناك بعض الناس يأخذون مبلغا من المال ويتاجرون به ويقولون لصاحب هذا المال لك من الربح وعليك أيضا من الخسارة ولو ذهب المال كله فهل يجوز ذلك؟ لا، المضارب اللي هو العامل ما يتحمل الخسارة، الخسارة على صاحب رأس المال، أما الربح فهم شركاء فيه، أما لو شرط عليه شيء من الخسارة فالشرط باطل والمضاربة باطلة لأنها أفسدها هذا الشرط. نعم.